هو طبعا يمكن انا تطرقت قبل كده برضو للموضوع دوت، لان احنا بنعيش ظروف ماليه صعبه جدا جدا جدا، واداره النادي واحنا يعني احنا انا في منظومه بتتكون من مجلس الاداره واللاعبين وكلنا في منظومه واحده، فكلنا بنتعامل مع الضائقه دي بمنتهى يعني بذل الجهد الكبير جدا على اساس ان احنا نحاول نحل الأزمة دي، لأن الإدارة طبعا بتحاول من فترة طويلة، لكن يمكن تأخر الدعم لفرقة وفاء سطيف ابتدى طبعا يبقى هناك قلق عند اللعيبة. بالرغم من كده احنا بنشوف برضو الفريق، يعني أنا بشكر اللاعبين، بالرغم اللعيبة لم تتقاضى إلى الآن أي مستحقات مالية، فطبعا شيء صعب جدا، والكرة انت عارف قدرات، ومع ذلك الإدارة بتحاول. انا يمكن قعدت مع السيد عبد الحكيم سرار ومع السيد ابراهيم العرباوي وقلت لهم لو الوضع استمر بهذا الشكل، كره امكانيات، وانت عارفين بدون امكانيات مفيش مدرب يقدر يعمل حاجه بدون امكانيات. الامكانيات هي ماديه نمره واحد، نمره اتنين لاعبين. لو انت معكش العناصر دي، لو انت افضل مدرب في العالم، لان البعض بينسى النقطه دي وبيتكلم بيقول لك، بينسى ان فرقه وفاء سطيف دي تقريبا عمرها 3 شهور، عمرها 3 شهور بالتربص بتاع تونس. يعني انا كنت بصفي 40 لاعب في تونس، وبعد ما صفيت اللعيبه جيت كان فاضل ايام تقريبا اسبوعين على الدوري، ولسه ببتدي بفرقه جديده كلها. ففي بعض الاحيان بقول لو في منصف طبعا يعني او حد خبير في الكوره هيقول ان ده انجاز.